الملء الأخير لسد النهضة خراب وكارثة على مصر. يا ترى إيه الحكاية؟ لا لا لا، ما كانش العشم يا أثيوبيا. بقى تاخدين على أخوانا كده وتملي السد من غير ما تشورينا؟ ده أنت لو ناسي نفكرك، ده احنا كنا متفقين على مبادئ سنة 2015 على أن دول المصب اللي هي القاهرة والخرطوم لازم يوافقوا على قواعد ملء السد، ودلوقتي تمليه من غير ما ترجعي لينا وتضري أمن مصر المائي؟ لا كده الموضوع خرج عن السيطرة. اللي حصل يا سيدي ان من كام يوم رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد اعلن عن نجاح اثيوبيا الملء الرابع والاخير لسد النهضة الاثيوبي. لا والانكب من كده، طلع يتكلم على صفحته ويقول ده انا النهاردة في غاية السعادة، وده علشان تمت التعبئة الرابعة والاخيرة لسد النهضة. انا بشكر كل حد ساعد على ده. يجي عمنا الله يبارك له الدكتور مصطفى الفقي ويرعبنا اكتر من اللي عملته اثيوبيا، واننا هنبقى في خطر مائي رهيب. وقال لك الدكتور مصطفى ان سد النهضة ده بيعتبر كارثة حقيقية وخراب على مصر، ودي بداية سوء النية عند الاثيوبيين، وان طالما اثيوبيا نقضت العهد يبقى بتتعامل بنفس منطق اسرائيل. اي نعم مصر عندها مية جوفية ويعني الحمد لله في بدائل، بس كله الا نهر النيل. ده كفاية انه بسبب السد ده مصر خسرت محاصيل زراعية قد كده. تقوم اثيوبيا مستغلة ان مصر عندها بدائل زي دول وتقول للعالم ما تخافوش على مصر، دي مصر عندها اللي يكفيها من المية. طب ده اسمه كلام يا عم رئيس الوزراء الاثيوبي؟ اذا كان مصر بتعتمد تقريبا على النيل في كل احتياجاتها المائيه، يبقى ازاي عندها ميه تكفيها؟ وعدى يوم وزاره الخارجيه المصريه ما كانش قدامها غير انها تعلن عن بيان تعبر فيه عن غضبها، وقالت ان اثيوبيا اخذت اجراءات لوحدها، وده تجاهل لمصالح وحقوق دولتي المصب اللي هم مصر والسودان وامنهم المائي، وان اللي حصل ده في نوع من الغطرسه الحقيقيه اللي بتمارسها اثيوبيا بعد ما حجزت حصة مصر المائية السنة دي. ولأننا طيبين شوية، الخارجية المصرية مستنية تعمل مفاوضات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ويشوفوا إيه اللي عملوه ده. أما الرئيس السيسي عنده صبر وهدوء، جاي نتيجة إيمانه بالله وإنه شبه متصوف في فهمه للأمور والحياة وللمستقبل، فعلشان كده صابر على أثيوبيا. يا عالم الكارثة دي هتودينا على فين؟ وعايزك ما تستغربش يا سيدي من اللي عملته أثيوبيا، أصل بالنسبة لها إن سد النهضة ده الفرخة اللي هتجيب لها ذهب، وإنهم بيعتقدوا في أثيوبيا إن سد النهضة ده هيضاعف إنتاجها من الكهرباء، وده هيتسبب في طفرة تنموية في بلد أغلب سكانه فقراء. وخطة أديس أبابا بتهدف لتوليد أكتر من 6000 ميجا وات من الكهرباء من السد اللي بيقع بعد حوالي 30 كيلومتر من حدود أثيوبيا مع السودان. فتخيل إن أثيوبيا هتبقى الطرف الرابح الوحيد من اللي حصل ده، مية وكهرباء والأشياء هتبقى معاهم معدن. إنما بقى حصر علينا إحنا في مصر والسودان، وأراضي كتير مش هتلاقي المية تاني عشان يتزرع فيها، شكلنا كده هنعيش في أيام الظلام تاني. ولحد ما المفاوضات دي تتم بين دول المصب، حرفيا ربنا يستر على اللي جاي. قولولنا رأيكم في التعليقات عن الأزمة دي.